الماضية، نتمنى أن يعود الفريق، هذا ما نأمله، هذا ما نتمنى، ولكن يبدو أن الفريق لن يعود. سينتظر حكم اللقاء الوقت القانوني وبعد ذلك يعلن ربما عن نهاية المباراة، يعلن انتصار فريق القوة الجوية. الجماهير أيضا غاضبة غير قابلة على قرارات الحكم الدولي، أحد أفضل الحكام إن لم يكن أفضلهم على الإطلاق في البلاد في السنوات الأخيرة، واحد من أمهر الحكام في آسيا. نتحدث عن مهند قاسم، طاقم تحكيم دولي يقود هذه المباراة وقادها بشكل، ولكن هذه الانسحابات للأسف نقولها في كل مناسبة، في أكثر من مناسبة، في أكثر من لقاء، قرارات مستهجنة مرفوضة غير مقبولة، الانسحاب نتيجة قرار تحكيمي يعد كارثة في عالم كرة القدم. والحل دائما وأبدا يبقى عند اتحاد كرة القدم.